مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من صومو تصحوا مع الدكتورة كريمة عبدو. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة، ازيك؟ اهلا بحضرتك يا دكتور، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. دكتورة، أنا بدي أسألك سؤال. يمكن إحنا المسلمين أكثر ناس يعني بنفكر بهذا الموضوع، بنقول إنه الحمد لله ربنا محرم علينا المكروهات والأشياء اللي مش كويسة، مخدرات والكحول والأمور هاي، الحمد لله الحمد لله. فالحمد لله. بس السعادة عندنا في الأكل، يعني هي أكتر شيء بنحط فيه كل الإيموشن تبعتنا وكل فلو تبلغينا، لو تحكي لنا شوي كيف ممكن نعمل كنترول لهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرة تانية نلتقي تاني ونشوف بقى موضوع السعادة ده إيه، وإيه الأكل اللي يخلينا سعداء. هو بص يا دكتور، في العموم أنت بتدخل لجسمك وعقلك اللي أنت عايزه، يعني اللي أنت عايزه وعايزه يحقق لك السعادة أنت اللي بتحكم عليه وأنت اللي بتقوله. انت بتبعت رسائل بتقول ان الاكلة الفلانية او الشيء الفلاني هو ده اللي هيسبب لي السعادة، فانت طالما قلت كده وعودت نفسك على كده هيفضل الحاجة دي هي دي. يعني لو ضربنا مثال على السكريات والحلويات، احنا من صغرنا من واحنا اطفال ومن اول البيبي ما بيتولد، واللي بيحصل ان بيتعود على ان لما تيجي تكافئه تجيب له حلويات، لما تيجي بيكون بعيط تيجي تسكته تجيب له حلويات، لما يجيب درجات حلوه في المدرسه تجيب له حلويات، لما تاخده تخرجه تجيب له حلويات، عيد ميلاده يعني تورته وحلويات، العيد يعني كحك وبسكوت وحلويات. طيب هو خلاص، هو ده المفهوم اللي حصل وتكون جوانا من طفولتنا، ان مثلا حاجه زي الحلوى هي دي مصدر السعاده. فاحنا عشان نتخلص من الكلام ده بيعتبر نوع من الادمان، لابد ان انت تعود نفسك تتخلص منه ازاي. طيب نشوف الاول ايه موضوع السعاده ده وايه الدنيا ماشيه ازاي. يعني هو فعلا الجسم فيه حاجه اسمها هرمون السعاده، فيه هرمونات في الجسم مسؤوله عن السعاده. ايوه، في هرمونات في الجسم بيفرزها الجسم فعلا في الوقت اللي انا ببقى باكل حاجه انا مشتهياها، وانا خلاص مسستمه عقلي الباطن على ان الحاجه دي هي اللي هتسعدني. بيفرز الجسم نوعين من الهرمونات، في هرمون اسمه الدوبامين. الدوبامين ده بيفرزه الجسم اللي هو بيشعرك باللذه لما تعمل حاجه ولا تاكل حاجه وتستمتع بيها. يا سلام، قعدت كده ونفسك تاكل ايس كريم او اي نوع من انواع المثلجات ورحت كلته، شوف كده جرب، انت هتحس انك بتاكله وانت في قمة النشوة في قمة اللذة. زي بالظبط، يعني احنا الحمد لله الاستعادة بنحققها. صحيح حاجات بتبقى مضرة لأجسامنا، ولكن هي مش حرام، هي حاجات حلال، لكن هي يعني حرمتها في انها بتضر اجسامنا وبتدخلنا في ضرر وبتوصلنا لامراض. بنيجي فيه هرمون تاني اسمه السيروتونين. السيروتونين ده برضو من ده بقى اللي بيسبب الشعور بالسعاده، التاني اللذه والاستمتاع، ده السعاده بقى والفرحه. لو عملت حاجه والحاجه ديت بسطتك وسببت عندك مثلا حد عمل لك شوت موتيفيشن، حد يعني حفزك قيمك تقييم حلو، عمل لك حاجه وانت حسيت بالسعاده، هو ده السيروتونين ده هو اللي بيحسسك بالسعاده. طيب احنا بقى ازاي نستغل الشهر اللي احنا فيه ده وروحانياته وطاقته الايجابيه في ان احنا نسيستم جسمنا وما نخليش جسمنا هو اللي يقودنا، لا احنا اللي نقوده، وما نخليش معتقداتنا وافكارنا هي القائد، لا انت بعقلك المدرك الواعي القائد. انا اللي احدد ايه اللي يدخل جسمي بعقلي وبادراكي، وانا اللي اقول ايه اللي يسعدني.
صحيح في البداية هيبقى فيه شوية معاناة، لأن أنا اتعودت على إن اللي بيسعدني التورتة، اللي بيسعدني الشوكولاتة، اللي بيسعدني الجاتوه. طب أنا عايزة بقى أغير مفاهيمي، بتيجي من عقلك الواعي إن أنت بتبقى فاهم لا الحاجات دي بتضرني، هاجي عندها لا بلاش، أبقى راح أشتريها أرجع لا طب ما أنا هدفع ثمنها. ما ثمنها هو إحنا دلوقتي مفروض، إحنا دلوقتي ناس مختلفين، ناس فاهمين جسمنا بيتصرف ازاي وبيفكر ازاي وبيتحرك ازاي، والحاجة اللي انا بدخلها له هي بتعمل فيه ايه، ايه الهرمون اللي هيفرز دلوقتي، وايه الحاجة اللي انا اكلتها دي هتروح فين وتيجي منين. فلا اقف ستوب بقى، انا هنا لازم ابدأ يعني اعود هرموناتي انها تفرز لحاجات مفيدة. طيب السيروتونين ده وقصته ايه؟ هو عبارة عن حمض أميني، يعني هو بينتج من حمض أميني بيسمى التريبتوفان. التريبتوفان ده بيخرج من الأمعاء، وده كده لب الموضوع. يبقى الهرمون السعادة أساسه جاي منين؟ من الأمعاء. عرفنا بقى ليه ارتباط هرمون السعادة بالأكل، لأن هو البري هرمون بتاعه التريبتوفان بيخرج من الأمعاء. فهي أول حاجة بقى هي المؤثر الأولاني. طيب أنا أي أكل بيحتوي على التريبتوفان ممكن يتحول لسيراتونين ويحقق لي السعادة. إيه هي الأكلات اللي بتحتوي على التريبتوفان؟ زي الشوكولاتة، الحاجات الصحية. أنا عندي شوكولاتة ضارة وفي شوكولاتة صحية. أي شوكولاتة معمولة بسكر وسكر ابيض ده تعتبر يعني ايه، بات شوكليت. مضرة. انا ممكن اعمل في موجود وفي كل حته موجوده الدارك شوكليت. الدارك شوكليت مفيده جدا جدا جدا، بترفع لي السيروتونين، بترفع لي المغنيسيوم، بترفع لي المنجنيز، بترفع لي البوتاسيوم، بترفع لي هي فيها. المرة دكتورة صح؟ مرة بتكون هي مره شويه يعني، هي لازم تكون خاليه تماما من السكر، تكون نسبة الشوكولاتة فيها أو الكاكاو فيها لا تقل عن 70%. نعم. الحقيقة أنا بجيبها وبعملها أنا في البيت، وبتبقى لأن أنا من عشاق الشوكولاتة. واللي عايز، اللي كان بيزعلني بكلمة ولا حاجة عايز يصالحني يجيب لي شوكولاتة. فطبعا طب أنا هعمل إيه كده؟ في رمضان اللي فات لقيت فعلا طريقة، قعدت ادور لقيت طريقة ان انا اعمل بيها الشوكولاتة وارضي جسمي واطلع سيراتونين وفي نفس الوقت ما ضرهوش. يبقى انا بعملها ازاي؟ بجيب الدارك كاكاو، الكاكاو الدارك الخام، وبحط معاها معلقة قشطة، يعني معلقة كاكاو وادوبها في معلقة قشطة ومعلقة زبدة، وتحط بقى معاها نص معلقة سكر ستيفيا عشان ما تبقاش مرة. سكر الاستيفيا ده صحي وكويس جدا، وده السكر الوحيد اللي ممكن تاخده بديل عن السكر الأبيض، لأن هو من أصل نباتي مش مادة كيميائية. فهو صحي ومفيد، ما فيهوش أي ضرر، والكالوري بتاعته زيرو، يعني لا لو جلايسيميك اندكس ولا له أي حاجة. وبتبقى والله تحفة. واروح حطاها عاملاها بقى مسيحاها، واحط كده في القوالب بتاعت التلج، مكعبات التلج، احط في كل مكعبة واحدة عين جمل، بندقية، لوزاية، واروح صب عليها دي واحطها في الفريزر، وكل لما اشتاق للشوكولاتة اروح مطلع مكعب اتنين. يا عيني. يعني لو جربتوها تخلوني بنابي منها. إن شاء الله. والله ظريفة جدا جدا، وفعلا بتحقق سعادة. وبعدين يكفي ان انت وانت بتاكل، احنا قلنا ايه قبل كده لما اتكلمنا، ان احنا نحاول نحول الاكل من لا واعي للواعي، العقلي طيب. للادراك، عشان وانا باكل بالادراك ابقى فاهمة انا باكل ايه. ففعلا وانت بتاكل اديني بستمتع بشوكولاتة، وارخص كتير من الدارك شوكليت اللي بتتباع بره جاهزة، وانا اللي عاملها بايدي ومستفيد منها ومحققه لي الغرض، عايز ايه، وبالمكسرات وزي الفل، يعني اجدع من اللي بره كمان. فاحنا ممكن نتحايل على الشيء
وزي ما قلت لكم في حلقة الكحك امبارح، احنا ممكن نعمل الكحك اللي ناكله ويخلي السيروتونين يخرج ويخلي التريبتوفان يشتغل والدنيا تبقى حلوة وننبسط بكحكاية، بس تكون حاجة هيلسي صحية. في ايه تاني المأكولات اللي هي غنية بالتريبتوفان؟ البيض. البيض حلو جدا لما بتفطر الصبح بيض، ده بيخليك المود بتاعك كويس طول النهار. البيض فيه كمية حلوة قوي من السيروتونين او التريبتوفان. الاسماك، انت لما بتاكل اكل السمك جرب كده وتمعن، وخاصة بقى لو الأكلة فيها جمبري أو فيها أسماك بحرية، أنت فعلا بتشعر بسعادة بعد أكلة السمك، بتحس إنك مبسوط. ولما تحب تعزم حد وتعمل له أكلة تبسطه، بتعمل له أكلة أسماك، وخصوصا الأسماك البحرية لأن هي غنية جدا بالسيروتونين. الشوفان زي ما قلت لك امبارح، اعمل الكحك بالشوفان. الشوفان غني جدا بالسيروتونين بالتريبتوفان اللي هو بيتحول في الامعاء الى السيروتونين. فلو انا عملت ده بالعكس، الدقيق ما فيهوش تريبتوفان، دقيق الابيض، لكن الشوفان فيه. اعمل كده الكحك وخد لك كحكتين ولا حاجه، وحط عليهم شويه سكر ستيفيا من فوق، هتبقى حاجه جميله جدا وانت مقتنع انك ما ضرتش نفسك. يعني في ايه تاني بقى الوجبة اللي ممكن نعملها بقى دايما بتتعمل في عزومات العيد؟ الديك الرومي. الديك الرومي غني جدا بالتريبتوفان، عشان كده لازم يعملوا للعرسان ديك رومي. بيجوا بقى في يوم الفرح، مش عارفة بقى دي العادات عندنا في مصر، لازم يعملوا لهم ديك رومي. ليه بقى؟ عشان يبقوا سعداء، نحرك السعادة. الكنديين والامريكان عندهم ثانكس جيفنج اللي هو عيد الشكر، برضه بحطوا ديك رومي، وعيد الكريسماس بحطوا ديك رومي. ما حدش سأل نفسه اشمعنى الديك الرومي ليه بيتحط في المناسبات الكبيره والمناسبات السعيده. دايما تلاقي الديك الرومي ده نجم الحفل. نعم، لان فعلا الرومي غني جدا بالتريبتوفان. فالحاجات دي كلها، الموز حلو، يعني لما تلاقي نفسك متضايق او زهقان خد لك صبع موز كده وكله، زي لما تبقى متضايق وتقول انا عايز شوكولاته، فهو الموز برضو نفس الحكايه، غني بالتريبتوفان وبيرفع هرمون السيروتونين في الجسم. يبقى احنا ممكن ناكل الاكل الصحي وما نقولش ان الاكله دي بتسعدني او ما بتسعدنيش. في اكلات صحيه كتير جدا هي غنيه بهرمون السعاده، وفعلا انا لما باكلها بترفع لي الهرمون ده وبتحقق لي سعاده. في ايه تاني؟ في عندي غير الاكل بقى، يعني مش كله بقى يبقى اكل واكل، في حاجات تانية بتساعد. ضوء الشمس، مش عارفه انتوا عندكم في كندا في شمس ولا لا، بالصيف يس. بتبقى في لان في بلاد يعني بيشتهوا الشمس دي. ضوء الشمس يعني بيرفع هرمون السيروتونين جدا. طب ليه؟ ايه اللي بيخلي، ايه السر فيه؟ ضوء الشمس بينشط لي فيتامين دي، لان احنا عارفين فيتامين دي ده بيبقى موجود على هيئه كوليسترول تحت الجلد. لما بتتعرض للشمس انت بتكتسب فيتامين دي، بتنشط الكوليسترول ده بيتحول لفيتامين دي. وفيتامين دي من ضمن الحاجات الفيتامينز اللي ليها دور عالي جدا في السعاده. الناس اللي بتجيلها عندها حالات نفسيه وبتجيلها حالات اكتئاب كتير، واحنا هنفرد حلقه ان شاء الله نتكلم فيها عن فيتامين دي لانه مهم جدا، الناس دي لو حللت فيتامين دي هتلاقي عندها نقص شديد. لذلك البلاد اللي هي القطبيه والبلاد اللي ما فيهاش شمس دي تلاقي حالات الاكتئاب فيها كتير جدا وحالات الانتحار فيها كتير، لان فعلا غياب الشمس ده حاجه مهمه جدا، بتاثر على فيتامين دي وبيأثر فعلا على السيروتونين. من حاجات كمان اللي ممكن تعليل السيروتونين او تاثر عليه النوم. لما بنام مبكرا وباخد قسط كافي من النوم، ده بيدي فرصه للتريبتوفان انه يتحول للسيروتونين، والسيروتونين يتحول لهرمون تاني اسمه الميلاتونين، والميلاتونين ده هو المسؤول عن النوم الهادي والريلاكسيشن. يعني في تاني، كل دي حاجات ببلاش، النوم حاجه ببلاش، الشمس حاجه ببلاش،
لو انا مشيت في الهواء الطلق شويه، حاجه ببلاش، لا باكل ولا بدفع ثمنها حاجه، المشي في الهواء الطلق وعمل رياضه المشي ده بيحفز هرمون السيروتونين عندي. يعني الواحد بيستغل بقى الحاجات دي ويحولها لصحته. لقيت نفسي مكتئب. طبعا الحياه مليانه مشاكل ومليانه يعني حاجات وضغوط بتخلي الواحد فعلا يبقى تعبان. لقيت نفسك متضايق، انزل امشي في الهواء الطلق شويه، هتبص تلاقي نفسك مودك اتغير وبدات ترفع. هات لك كده دارك شوكليت وامشي كده مخمخ فيها واحده واحده كده وانت ماشي في شويه هواء، هتلاقي الدنيا تتظبط وترجع تفكيرك هادي وتبدا تفكر في الامور. لو في امر محتاج تفكير او محتاج يعني انك تدي راي فيه وانت متضايق او متعصب، لان الاسترس بيقلل السيروتونين. فخلينا عارفين الحاجات اللي في الاكل، الحاجات اللي في الطبيعه، ونحاول ان احنا نستغل فرصه الايام اللي جايه دي نرفع فيها انت احساسك ان انت اديت واجبك ناحيه ربنا، صمت صوم صحيح، لان نفسك وجسمك هتسال عنهم يوم القيامه. اوعى تفكر ان دي حاجه ملكك، دي امانه عندك ربنا استودعها عندك. لان اللي عزكم الله وربنا يديكم الصحه، اللي بيموت بيقولوا ايه؟ ربنا استرد وديعته، معنى كده ان دي امانه عندك. صحيح. فانت الامانه هتسال عنها، فحاول ان انت، احنا بنحاول نخدمها بكل الوسائل، اللي يظبطها نفسيا، اللي يظبطها صحيا، عشان كله في النهايه بينعكس على صحتك. احنا ليه بنتكلم على هرمون السعاده؟ عشان لو انت على طول تحت ضغط وتحت ستريس، هتلاقي الضغط العالي، السكر، الكوليسترول، الحاجات اللي ربنا يعافيكوا يا رب ويعافي الجميع منها، ودي مش عايزينها. يبقى بنظبط اكلنا، بنظبط هرموناتنا، علشان نطلع من الصيام بنفسيه حلوه وبصحه كويسه، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، والقاكم في حلقه اخرى. ورمضان خلاص يعني جري جري اهو، اشوفكم على خير باذن الله. انا في شغله بس بدي اضيفها دكتوره، احد اسباب السعاده انه تعرفنا عليك وشفناك، ربنا يخليك يا رب، وسمعنا الكلام الرائع منك. احنا راح ندعي لك ان شاء الله في رمضان وبعد رمضان يا رب. ربنا يبارك لك يا دكتور. انا اللي اتشرفت بيكو، وانا اللي سعيده جدا اللي اتاحت لي الفرصه ان انا اقدر افيد حد. يعني ده من ضمن الحاجات اللي ترفع سعادتك، لما تحس ان انت ممكن تقدم حاجه حد يستفيد منها، دي حاجه بترفع السيروتونين جدا. يعني لما تلاقي نفسك متضايق وسيروتونينك واقع، انزل دور على اي حد محتاج حاجه اعملها له، هتلاقي نفسك تحولت تماما. يعني فعلا اكبر سعاده بيسعدها الانسان ادخال السرور او عمل ممكن يسعد بيه حد. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. امين امين. كل عام وانت بخير ان شاء الله. على خير وانت بالصحه والسلامه يا رب.